طبعا الاتجار بالسلع وجرائم الملكية الفكرية والاتجار بالسلع الغير مشروعة هي مشكلة حقيقية تواجه دول الإقليم كما هي تواجه دول الإقليم الأخرى. يجب البحث أو بذل يعني مزيد من الجهود للتصدي لهذا النوع من الجرائم، لأن في مشكلة كبيرة تبدأ بصحة الإنسان، تبدأ بصحة الإنسان وكذلك باقتصادات الدول. هناك تكاليف باهظة يعني على عاتق اقتصادات الدول. مؤتمرنا اللي مشاركين في هذا اللي نظمته دولة الإمارات صحيح أنه على المستوى الوطني، لكن يعتبر فرصة جيدة لنا نحن للاطلاع على أفضل ممارسات ويعني وخبرة دولة الإمارات في مكافحة هذا النوع من الجرائم. وطبعاً نحن في اجتماعاتنا الإقليمية ننقل هذه الأشياء أو هذه الممارسات السليمة لجميع دول الإقليم ليتم الاستفادة منها على المستوى الوطني. طبعاً نحن وضعنا في الإدارة في إدارة الشرق الأوسط أو على مستوى دول أو إقليم الشرق الأوسط وضعنا استراتيجية أن يعني مساعدة الدول الأعضاء في الحد من الجرائم بشكل عام. وهناك تركيز حالياً على موضوع الاتجار بالسلع الغير مشروعة. وطبعا احنا كنا جزء من الاستراتيجيه اللي وضعناها مع اداره الاتجار بالسلع الغير مشروعه لتوجيه دورات تدريبيه موجهه لدول الاقليم، ورش عمل حتى يتم يعني صقل مهارات اجهزه انفاذ القانون في الدول هذه للتصدي لهذا النوع من الجرائم.